تشكل مخلفات المستشفيات والمنشآت الصحية من النفايات الطبية في محافظة شبوة واحدة من أهم المشكلات البيئية والصحية التي تعاني منها المحافظة، خاصة مع غياب الطرق والوسائل الصحيحة للتخلص منها وفق الشروط والمعايير العلمية. المعنيون في فرع الهيئة العامة لحماية البيئة يرون أن النفايات الطبية واحدة من المشكلات التي يتم أخذها بعين الاعتبار في إطار الجهود المبذولة في مجال الإصحاح البيئي. طبعا نحن في صدد مشكلة بيئية هي أثر النفايات الطبية على البيئة وكيفية التخلص منها، وهذه واحدة من ضمن البرامج التي معدة من ضمن الخطة التي يقوم بها الفرع في المحافظة. فقد قمنا بالعديد من النزولات إلى بعض المستشفيات ومنها مستشفى عتق العام الذي التمسنا فيه نوع من التقدم، نوع من النظافة، نوع من التوافق البيئي بالنسبة لكيفية التخلص. واستقبلنا الدكتور صالح الحمصي الذي يقوم بجهود كبيرة جدا في المستشفى، وكذلك زرنا مستشفى الهيئة العام التي توجد فيه المحرقة التي نحن في صدد نقل هذه المخلفات إلى هذه المحرقة عشان كيفية التخلص من هذه النفايات بالطرق العلمية السليمة والآمنة التي تضمن سلامة الكادر الطبي وأيضا تضمن سلامة المواطن. أطباء يؤكدون أن هذه النفايات بمختلف أنواعها أكانت البيولوجية والمشعة والمعدية تعد مصادر خطر قاتلة على سلامة وصحة من يتعرض لها، فهي واحدة من أهم الأسباب في نقل ونشر الأمراض والعدوى عبر الأجسام الملوثة بالفيروسات والميكروبات في وقت يغيب الوعي المجتمعي، وهو ما قد تصطاد ضحاياها في غفلة ودون علمهم. حول التخلص من النفايات الطبية اللي ما لها من آثار سلبية على البيئة وعلى المجتمع، فهي تنقل الكثير من الأمراض، تنقل فيروسات وبكتيريا، تنقل أمراض الإيدز ومرض الإيدز وأمراض الكبد وكثير من الأمراض. وأنني في هذا الموقف أدعو كافة الزملاء في القطاع الصحي سواء القطاع المرافق العامة أو الخاصة إلى التخلص السليم من النفايات الطبية لخلق بيئة نظيفة خالية من الأمراض والحفاظ على المجتمع النقي والنظيف. تتكدس وتنتشر الكثير من النفايات الطبية حول المستشفيات والمنشآت الصحية في وقت يمتلك مستشفى الهيئة بشبوة محرقة تحتاج إلى تفعيل العمل فيها وتدريب الكادر الصحي وإشراف بيئي، مع إلزام كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات والمختبرات بالتخلص الآمن من تلك المخلفات الخطرة بالطرق السليمة المتوافقة مع المعايير البيئية والاتفاقيات الدولية. زبين عطية، اليمن اليوم، محافظة شبوة.